أنا بحب المستشفى، أول ما دخلت المستشفى بحبها أصلا. السرطان وحش، شطالي دماغي يخلي بطني توجعني ورجلي وأعلى شعري. مكنتش أنا كمان بحب أبص في المراية خالص، مكنتش بحب شكلي. لما كانت حالتي النفسية مش حلوة كانوا بيجيبولي بلالين بيعلقوها عندي. المستشفى دي قلت المراية حلوة وشعري كبر. فقال لي الدكاترة 57 شكرا على اللي انتوا بتعملوه. ان شاء الله هخف. كل اللي في المستشفى ابطال ابطال وارجعوا احسن من الاول. تعالوا زوروني ازعل منكم.